دلوقتي هروح معاكم على مقر النادي الاهلي في الجزيره ونتابع اخر الاخبار والمستجدات فيما يتعلق باخبار الفرق والانشطه المختلفه في النادي الاهلي، اكيد مع مراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. هنا صباح الخير عليكي وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا كريم ويا نهواندو على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني بداية أسبوع جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهنقل لكم آخر أخبار النادي. في البداية كالمعتاد هبدأ بالأخبار الاجتماعية، والحقيقة أن لجنة الطفل بالتعاون مع الإدارة التنفيذية واللجنة العليا للجان بتعلم بقى عن تنظيم أول إيفنت في سنة 2021، وهيكون مهرجان تعريفي برياضة ألعاب القوة طبعا لغير المشاركين في الفرق الرياضية. المهرجان هيكون يوم الجمعة القادم، هيبدأ الساعة 1 الظهر حتى 5 مساء. العدد المسموح هو 100 طفل، هيتم تقسيمهم لثلاث مجموعات طبعا حسب فئتهم العمرية. الحقيقة أن المهرجان ده مش أول مرة يتم تنظيمه، يعني كانت نظمته أيضا لجنة الطفل في شهر 11 الماضي، والحقيقة أنه كان حقق فيدباك جيد جدا من جميع الأعضاء. فلكل الأعضاء اللي حابين يشتركوا لأبنائهم ياريت يتجهوا لإدارة العلاقات العامة بثلاث فروع النادي ويسجلوا أسماء أبنائهم. ننتقل بقى دلوقتي لأخبار الفرق الرياضية، والحقيقة إنه كان ويك أند حافل بالانتصارات، ونبدأ بلعبة كرة اليد. الحقيقة إن ناشئات كرة اليد ل 14 سنة أضافوا بطولة جديدة لبطولات النادي الأهلي بعد فوزهم ببطولة المنطقة، ده طبعا بعد فوزهم على فريق مدينة نصر بنتيجة 3-0. يعني الأسبوع الماضي كان حقق وتوج شباب الأهلي بنفس البطولة، الأسبوع ده ناشئات الأهلي بيحققوا بطولة المنطقة أيضا، وهو ده النادي الأهلي بيلعب على الألقاب والبطولات دايما. طبعا ببارك لهم جميع اللاعبين وكمان الجهاز الفني. اما عن بقى رجال كره الطايره، فالحقيقه ان هم ايضا فازوا على فريق هليوبلس بنتيجه 3-0 ضمن منافسات بطوله الدوري. انتهى الشوط الاول بنتيجه 25-13، الشوط الثاني بنتيجه 25-21، والشوط الثالث والاخير انتهى بنتيجه 25-13 ليفوز الاهلي في المباراه ويزيد ثلاث نقاط جداد لرصيده. ننتقل بقى دلوقتي للعبه كره السله، ونبدا كده بخبر إيجابي، وهو تعافي ثلاثي فريق كرة السلة رجال عمر طارق عبد الفضيل إبراهيم ومحمد مصطفى من فيروس كورونا. والحقيقة إن بدأ الثلاثي البرنامج التأهيلي ليهم أمس عشان بقى يستعدوا ويبدأوا يجهزوا للانضمام للتدريب الجماعي للفريق، وإن شاء الله يتم الدفع بيهم في الفترة المقبلة. أما شباب كرة السلة 16 سنة فتأهلوا للمباراة النهائية من بطولة منطقة القاهرة، ده بعد فوزهم على فريق وادي دجلة بنتيجة 54-31. وطبعا كلنا ثقة في شباب كرة السلة، وإن شاء الله يقدروا يفوزوا ويحسموا لقب البطولة لصالحهم. نروح بقى أخيرا للعبة كرة اليد. الحقيقة إن رجال كرة اليد بيخوضوا مجموعة من المباريات الودية الفترة دي، يعني طبعا بعد توقف بطولة الدوري بسبب استعداد مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد. والحقيقة إن فريقنا قدر يفوز في جميع المباريات حتى الآن، يعني أمام فريق الظهور بنتيجة 40-27، وكمان فاز امام فريق هليوبلس بنتيجه 30-29. الحقيقه كابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الاول لكره اليد صرح ان المباريات الوديه بتكون مهمه جدا عشان تحديد مستوى اللاعبين سواء الفني او كمان البدني، وكمان للاطمئنان على الشباب اللي تم ضمهم للفريق الاول لكره اليد. بنتمنى لهم طبعا التوفيق كله فيما هو قادم. اخيرا بقى فريق كره يد بنات 2004 قدروا يفوزوا على فريق مصر الجديدة بنتيجة 37-25 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. يعني الحقيقة هي كانت مباراة صعبة، لكن بنات اليد قدروا يحسموا المباراة لصالحهم ويفوزوا في نهاية المباراة. دي أخبار الفرق الرياضية وكمان الأخبار الاجتماعية داخل النادي الأهلي. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو.